تطالب بطرد اليمنيين، اليمنيين في هذا البلد معززين مكرمين في بلدهم الثاني وبأمر حكام هذا البلد، ما هم جالسين ببيتك اليمنيين، واليمنيين رجال يشتغلون بعرق جبينهم يا الغالي. لصارت الدولة هذه بيتك، طالب بطرد اليمنيين ولا بطردي أنا بعد؟ بالتوفيق يا حبيبي. والله إنك يمني متجنس، والله، والسبع تنعام من اليمن، والله لو لم أكن سعوديا لتمنيت أن أكون يمنيا. أنت وش ضاطك وش جالطك؟ اليمن أصل العرب وساسة، حتى لو كنت يماني راح أكون أنا من أصل العرب، يعني راح أكون من أجدادك، من أصلك الأساس. حبيبي مو عاجبك حسابي مضغوط من اليمنيين وكلامي لليمنيين؟ اعطيني بلوك سهل الأمر، تنزل تحت هنا في كلمة اسمها حضر، احضرني ترتاح، حجلس أمدح باليمنيين إلى قيام الساعة. مو عاجبك لا تتفرج علي، ولا أقول لك خلك تفرج علي وانضغط.